لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. ما يمديك ليه؟ وش عندك؟ معزوم عند خالتك عفت. لا لا، بس كنا حاسبين حسابكم على العشاء. يلا يلا، مع السلامة. وين عيال؟ كلهم اعتذروا. كفتة معزوم عند خالته عايشة. وياسر؟ ياسر مرتبط عند خالته منيرة. ها، شوكوش؟ شوكوش معزوم عند خالته عفت. ورا معلمانا ان اليوم العالمي للخالات، تعال نروح ناكل خالتنا هيا. الزبدة وش زين بذولي انا الحافظات. من العصر وانا اطبخ. ما عليك، انا بدبرك. هذه الحافظة وشو؟ هذه جريش. وهذه؟ قرصان. اسمع، خل القرصان باخذها والجريش عندنا ناكلها. اوكي اوكي يلا. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. هذه حافظة قرصان، عليكم بالعافية. وش المناسبة؟ المناسبة انا وصالح حالنا بالاستراحة، فما نقدر ناكلها كلها. قعدنا نفكر نقول مين يا ولد، مين يا ولد نعطيه. المهم قلنا ما لها الا استراحتكم، لانكم قريبين انتم والجار للجار. عسى ما حد كلم منها. بس لا والله ما حد اكل منها، بس غارفين بالملعقه. طيب اوكي، شكرا. عفوا. يا عيال، ما بقيتوا لنا شيء؟ ولا بقينا ولا شيء. الجريش اكلناه انا وصالح، مسحناه مسح، والقرصان اعطيناه الفقراء والمحتاجين عشان نكسب اجر. طيب قوم يا صالح اطبخ مرة ثانية، لأني ما كنت عند خالتي عايشة. أقول أطلب لك من حدها التطبيقات اللي أنت تبي. طيب قوم افتح الباب يا صالح. ما تشوفنا ألعاب هدر أنت. والله يا كفتة مشخصنها معك، ماسكة معها عليك. تلعنوه، من اللي بيجينا هالحزة؟ مو عادين أحد أنتم. أقول افتح الباب يا ياسر أنت ولا شكش. يلا بفتح. ألقم. جاي جاي. هلا ياسر. هلا ومرحبا. تفضل. صراحة الله يكثر خيركم ويغنيكم، القرصان اللي عطاني عامر كان مرة مرة لذيذ. عامر؟ جعله بألف عافية. الله يعافيك، بس ممكن سؤال؟ سمي تفضلي. من وين طلبتوا هالقرصان؟ من صالح. صالح؟ أم صالح. أم صالح هاي طباخة اسمها أم صالح. طيب تكفى، عطنا رقمها، أنا والبنات والله جاز لنا مرة طبخها. رقمها سجل عندك. هيو عامر الأب، لا تخلي صالح البخيل يفوز عليك. صرت أنا الحين بخيل. جبت أكل معاك. أجل الحافظ الثاني للمحتاجين يا نصاب أنت وياه. ها، لو مو محتاجة كم ما أخذت القرصان. الرقم ده هذه أكيد إنها مي. ألوف الأهلة، والله أكيد تبي تمدح طبخي. الحين يوم إنك تشخص على أساس إنها بتشوفك، بعدين ترى سألتني مني مزبط القرصان، قلت لها أم صالح وعطتها رقمك، لا تنكبني. الله لا يبارك بالظالم، والحين؟ الحين هذه جزاتي بدل ما أزبطك، بعدين تعال، كم كلفتك القرصان بالحافظة؟ 100 ريال. أنا بزبطك تزبيطها الحين، بس أهم شيء خلينا نلعبها صح. اسكتها. ألو؟ هلا بك أم صالح. أخذت رقمك من جارتنا أم ياسر، جربنا طبخك وصراحة كان مرة 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 لذيذ ما شاء الله. وإذا ما عليك أمر نبي نطلب منك بكرة قرصان باللحم وجريش. إيه عندنا. وعندنا بعد كبسة مضغوط وكبسة بر وحمام مدخل. تبي تنكبن أنت وجهك، في بنات تأكل مدخل. أيوة، ما علمتيني إيش طلبتي. أوكي، يعني الحين طلبتي 4 حافظات، ترى الحافظة الواحدة راح تكلفك 300 ريال. اللوكيشن؟ لا ما يحتاج اللوكيشن. لا يحتاج. خلاص ان شاء الله الساعة 9 طلبات عندكم. يلا باي. خطير يا ياسر، صالح رزق وجاك من الله. يعني باكر مكسبي 800 ريال وانا لي سنتين اطبخ لكم بلاش يا ماني بقايل. تستاهل يا ولد العم. وهي كذا البدايات، شوي شوي ان شاء الله وتروح قدام. بس ها
ترى اربع اطباق ما قوال حالي. عفا عليك، حنا معك. وانا معك بشرط تعطوني من القرصان. زين لا تشغلنا، العيال بات نوزع المهام علينا. اسمع، انا علي الخضار واللحوم. وانا علي الحافظه. وانا وكفت بنساعدك بالطبخ. خلاص بات المغاربه برسل لك كل الاغراض، سنن جاهزات الساعه 6 عندي. ابشر بعزك. بس ها انا المدير. جيب معك كيلوين طماطم محمي وحبحر شقره وبصل ابيض وبصل احمر وخيشه بطاطا حلوه. زين عندكم طماطم محمي؟ ما في والله محمي. طيب في حبحر شقرة؟ عندي حبحر الخرج. طيب عندكم بطاطس حلو؟ حلو لا والله ما عندي. ولا شين؟ ولا شين. أجل من وين أجيب الأغراض ذي كلها؟ والله أخوي مالك إلا سوق الجملة. من سوق الجملة؟ سوق الجملة. ابلش. زين زين الطماطم جبته والبطاطس موجود. على يمن العافية والله. بس وانا فاتورة سم. تسلم. وين وين وحنا ابو حنا 560 لقينا انت سمو ابو شاري صندوق الطماط. ارفع لومك شايفنا حرامي. الا ليتك حرامي الا صتيم محكوك عليك. سلامات كنك فليت يا الطباخة. الطباخة مشغلك. مشغل مين يا حبيبي؟ على كيفك انت. خير؟ ايش فيكم يا عيال؟ استحوا على وجهكم هذا وانتم اصحاب تتهاوشون كذا؟ ليتنا اصحاب الا عيال عم. عيال عم بعد؟ وش الموضوع؟ اساليه. ها علمها على انت خابر يا صالح. لا لا عود عمي هذه حبه راس واستر على ما واجهت. اعقل وخلك رجال. ها يلا شل. وانتم وين بتروحون؟ مو بشغلك. مو بشغلك. تعال نزل الباقي. ايش تبكي؟ اذا انت ما انت مرتاح في شغلك قدم استقالتك. ابكي في البصل. الرجل ما تنزل دمعته حتى لو في اصعب حال. امسك نفسك. يلا يا عيال اخلصوا بعد ساعه على الموعد. ها الاكل وجاهز مين بوصله؟ وش رايكم يا عيال ادق عليها وسلمها الطلب؟ تستهبل انت، حنا قليل لها من عند مصالح. يعني مصالح معنا بالاستراحه. عندي خطه يا عامر، نحط الاكل عند الباب وندق الجرس ونهرب. يا قدمك عرفت الحركات ذي؟ حقت البزارين اللي يزعجون الجيران، دق الجرس ونحاش وذا. ايوه ويحقون فليت. ايوه ورا الفليت كذا. انا اشوف ان نستعين بواحد ما يعرفه ويوصل الطلب. طيب من اللي من العيال بيرضى انه يوصل الطلب؟ عندي. اسمع تنتظرني برا بسيارتك، لا دقيت عليك تحرك موترك وتصفت جنبهم كأنك جاي من بعيد. من وين جايب الحفاظات؟ من صالح. صالح بجبهتك يا درج، من عندهم صالح. ام صالح شو تسوي عندك بالاستراحه ها؟ اعترف. مو بشغلك، انت قل لهم اني جايبها من عندهم صالح وبس. طيب طيب ما عندي مشكله. وكم تعطينا على هالمشوار؟ هاي مشوار يا حبيبي، ترى هالاستراحه اللي جنبنا. 50 ريال. سلامات لاقينا انت. اجل مع السلامه. لا 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 خلاص. ترى من حدين عليك ولا انت ما تستاهل. خذ. اهم شيء عندي الفلوس انا يا حبيبي. يلا مع السلامه. مع السلامه. مي 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 يا عيال اسكتوا اسكتوا. ها الو. هلا ومرحبا مي. انت قلتي لي اسمك مي امس. على العموم ترى الطلب جاهز بيوصل السواق لاستراحتكم. انت قلتي لي امس وصف استراحتكم. شكلك تنسين واجد. على العموم خليك جنب الجوال. ها يلا باي. وش فيك انت بغيت تنكبنا؟ والله ما عرفت امسك نفسي يوم قالت لي باي يا روحي. يا ابوي دق على وحيد خليه يوصل الطلب. اي صح دق على وحيد. الو. هلا وحيد. عيون وحيد وروح وحيد امريني يا لب قلبس. يا الخفيف انا ياسر ودي الطلب للمي استراحه رقم 4. حرام عليك يا ياسر حرام عليك يا اخي، صدق انك قاتل للمتعه. كان خلتني اعيش الجو شوي. اخص 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 صار عندك مشاعر. اسمع خلاص اليوم بخلي ياسر يكلمك بصوت بنت طول الليل. بس دزه ودى الطلب. يلا يلا ان شاء الله. ابشر ابشر. الله يعيننا على هالمشوار.
نعم. انت مي؟ اي مي، حتى انت تعرف اسمي بعد؟ اي قال لي، قصدي قالت لي ام ياسر، ام صالح. طيب وين باقي الحواسط؟ في السيارة، امسكي هذه، بجيبها لك الحين. اوكي. وهذه فلوسكم يا عيال. هات. 500، 600، 700، 800، 900، 1000 و150. ايه سلامات، ناقصة 50، تبي تزرفنا؟ ال 50 حقتي. 50 في عينك، معطينك أول 50. هذاك أول، يوم عرفت الموضوع فيه لعب، قلت آخذ حقي من بدري. ولا ترى وشو؟ احنا نخليه يستاهل، خليه ياخذها. ايش شرها والله ما هب عليك، على ود عمي اللي مختارك، اصلا تود وزت، اهم شيء الموضوع لا يطلع ابد. انسى الموضوع، في اوردر ولا امشي؟ اقول توكل على الله بس. استر على ما واجهته. انت اللي استر على ما واجهت. باي! باي! ها، شو الوضع يا عيال؟ هات الدراهم. خذ. الحين كم حقي منها؟ عقب المصاريف والاغراض اللي احنا شرينا لكل واحد منكم 50 ريال. سلامات يا ابوي، اهدى من كذا. وحيد ياخذ اكثر مننا ليه؟ اخذ منك 50 ومنه 50، ولا حق الدموع اللي راحت في البصل. هو صادق، لا تصير بخيل انت، 50 ما تسوي شيء. يا الله كل واحد 100. هاك ياهو، هاك يجي. جود. ها بصراحة بنات، شو رأيكم بأكلها؟ شوفي صدق الشكل ما يشد، بس والله الطعم في المخ يا شيخة. ما قدرت أوقف، يعني لو نستمر نطلب منها عز الله برجع للجيم. بصراحة أكلها مرة يجمل، عشان كذا أباك تعطيني رقمها. بنت خالتي عندها حفلة تخرج وأبغى أرتب معها. أبد أبشري. لبيه مرة حلو يا أخي. ولا غلطة. هلا حياك الله. مو هذا رقم أم صالح؟ ألو، معلش يا بنيتي، أبو صالح يرد على أرقام الغريبة، يغار علي. هلا أم صالح، نحتاجك بكرة في شاليه، عندنا حفلة تخرج. الشاليه هنا قريب في الرمال، وإذا ما عندك سيارة بجي أخذك وأرجعك. تكفين الخالة، أكلك مرة يجنن، وأبي أسوي لهم مفاجأة. أبيك تطبخين عندنا في الشاليه. أبد أبشري، ارسلي الموقع والوقت والطلبات اللي تبغونها، وترى مساعداتي بيجون معي. ايه اكيد حياهم. بس ما قلتي لي كم تاخذين. اخذ على الطلعه 5000 ريال، واي شيء تحتاجونه بطبخه عندكم. اوكي تمام، ابرسل لك الوقت والموقع الواتساب. باي باي، اقصد مع السلامه يا بنيتي. كفو والله ياسر، 5000 ريال يا عيال. 5000 والله ما هي بشينه، لكل واحد بيشارك معي لو 500 ريال. اللهم ارزقني وارزق مني. من جدك انت؟ اكيد بنشارك، هذه 500 ريال. بس يا عيال بيني وبينكم يعني بديت اتوتر، وشلون بنصمل؟ ما عليك، خل الموضوع علي. افتح الشنطة يا درج. لا يا عامر مو بكذا، غير صوتك. افتح الشنطة يا كفتة يا حبيبي. يلا نزلوا الأغراض أنتم. أنا والله ما فيني حيل، عندك الشغالة تروح تنزل الأغراض. أوكي ماما. السلام عليكم. مساء الخير، وين بيان؟ يلا حيهم، تفضلوا، بيان داخل. Yeah.
يلا حيهم. مين أم صالح؟ أنا. بيعطيك ألف عافية، أكلك أمس مرة يجنن. الله يعافيك رب إن شاء الله ويسلمس. من اللي معش؟ إي صح، بعرفكم أنا بيان وهذه بنت خالتي لينا، والحفلة اليوم مناسبة تخرجها. يا لبيه يا لينا، ألف مبروك يا قلبي والله. الله يعافيك يا خالتي ويبارك فيك. أم صالح وعرفناها، من اللي معها؟ صالح، صالحة. وأنا عامرة. عامرة؟ إيه عامرة، عندك مشكلة؟ لا أبد، دهشت الأسامي. أنا ميري. هذه شغالتنا. أنا ميري. عشت الأسامي ميري. المهم الله الله. عيب عيب يا بنت، ما تستحين. وش فيك؟ بسم الله عليك، بسألها بس على المناكير. الشعر وين مسويته؟ في الحلاق. حلو صح؟ سويته بمشغل مو حلاق. بعدين أعطيك الكرت حقهم. المهم يا بنات، أبيكم تبيضون وجهي قدام الضيوف، أبي الأكل ولا أروع. إن شاء الله مادام تسعة أكل جاهز. تسعة مين يا ميري؟ هذاك أول، حنا عشانا ما ينزل إلا بعد الساعة 12. 12 بدري، خلوها الساعة 6 الصبح، ما ورانا شيء. ودنا والله. ترى الأفطار بارتي له حساب الحال. لا ما يوقع أفطار بارتي، هنا اتفاق عشاء سوي عشاء. يلا روحوا مادام، روح. أوكي يعطيكم العافية. طبقوا هذولي مع بعض، قالوا يعطيك العافية. يلا يلا روح جيب الأغراض بسرعة. يلا أنت خليك هنا، روح جيب الأغراض. الو وينك يا مره؟ ما حطوا العشاء الحين؟ اسمعيني يا مره، انا ماني فاضي، انا بكره عندي دوام بدري. يلا يا اخوي الحريم، دول لا تعطيهم وجه، والله ما يطلعون الفجر، حتى عشاهم ما قلطوه. ما تعشوا لحد الحين امانه. يمكن صوارة الغاز منتهي عليهم، خلينا نكلمهم ونشوف ايش الموضوع. الو شكوش، خلصت العشاء؟ يا ولد ايش تبغى؟ مشغول انا. يلا يلا كلم عامر وصالح وياسر، انا طفشت والله برا، خليهم يخرجوا. من تكلم انت؟ اصحابي. واصحابك ذولي وينهم فيه؟ داخل الشاليه من الساعة 7 لحد الحين وننتظرهم هنا. يعني في رجال في الشاليه؟ ياوع. الو في رجال عندكم في الشاليه؟ اطلعي اطلعي الحين. وش هالكلام؟ خليني اشوف بيان. يلا باي بيان. توش كلمني في رجال في الشاليه؟ نعم رجال. أجل عامرة ها؟ جيت بوقتكم سمو، تفضلوا حياكم الله. الله لا يحييك، ما في طلعة من هنا لين تكشفون وجيهكم. صالحة. يا لبيه. هاججة. أنا أوريكم هين.